طيب يمكن الشيء بالشيء يذكر، زي ما كنت بتكلم مع زملائي على مسألة بيان الحوار الوطني، واللي بشوف ان هو بيان حقيقي ثري جدا وحقيقي مهم جدا، وفي تحديد واضح للنقاط، وخصوصا واحنا مقبلين على الانتخابات الرئاسية بإذن الله، واللي باتت قاب قوسين أو أدنى. الأساس اللي كلنا مشتركين عليه هو انه مصر وطننا بتاعنا، نحافظ عليه، نقف نفس، عارف زي المربع اللي أنا واقف فيه كده، هي دي مصر. احنا واقفين على هذا المربع من منطلق وطني شديد الوضوح كلنا، دون النظر بقى مين فينا دلوقتي موالاة، مين فينا دلوقتي معارضة إلى آخره، أو مؤيد ومعارض. لأنه بالمناسبة لازم نبقى كلنا متفقين أنه العمل السياسي هو عمل ديناميكي، ما هواش استاتيكي وثابت على الإطلاق، وبالتالي معارضة اليوم تصبح مؤيدة الغد، ومؤيدة اليوم تصبح معارضة الغد، هكذا هي الأمور. خليني أخد معايا على التليفون شرحا وتعقيبا على بيان مجلس أمناء الحوار الوطني مع الكاتب الصحفي والصديق والزميل ورفيق العمر جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير الأهرام العربي. أهلا 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 بيك يا جمال. أهلا وسهلا بيك أستاذ يوسف، ومنور الشاشة دايما وبرنامجك ناجح دائما. خليني أقول لك أنه يعني هذا البيان الحقيقة يتماشى مع روح الحوار الوطني التي عشناها معا، وعشها الرأي العام وكل المصريين منذ نحو عام ونصف العام منذ إطلاق المبادرة في 26 إبريل 2022. وبالتالي هنا احنا قدرنا نقطع أشواط كبيرة جدا ومسافات طويلة جدا في خلق المناخ السياسي وفتح الأجواء السياسية بشكل أوسع. طبعا أيضا فيما يتعلق بأنه انت قدرت ترسخ فكرة وثقافة الحوار، احترام الرأي وقبول الرأي الآخر، نقاشات مفتوحة لا خطوط حمراء. كانت جلسات الحوار يعني تذاع على الهواء مباشرة، وحضرتك حضرت أكثر من مرة كذا جلسة، وتحدثت أنت شخصيا بكل حرية دون قيد أو دون شرط، وغيرك من ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة والتيارات الوطنية. وبالتالي هذا الإنجاز العظيم الذي أنا أعتبره مثلما هناك عمران اقتصادي، أعتبره هو نفس الشيء عمران سياسي. نجحت الدولة المصرية وقفزت قفزات كبيرة جدا، لأنه هنا خلينا بس نقف مع بعض، وراء هذه القفزة إرادة حقيقية من رأس الدولة عندما أطلقت المبادرة، وأيضا انعكست هذه الإرادة على القائمين على الحوار الوطني. طيب جمال يعني أنا هقطعك لأنه يعني هقطعك ليه، هقولك عمرنا اللي عشناه سوا أنا وإنت هنا بقى، ولا أستاذ يوسف ولا أستاذ جمال، عمرنا اللي عشناه سوا أنا وإنت رفقة وزمالة وصداقة وأخوة، بخلاف أنه أنا عارف جمال الكشكي كويس. أنت استخدمت مصطلح أنا أعتقده مصطلح جديد من نوعه، وعجبني هذا المصطلح، عشان كده أنا قصدت أن أنا أقطعك قبل ما تكمل بقية الجمل. نحن نعيش حالة عمران سياسي، مش بس مسألة عمران اقتصادي. وهنا يعني يبقى جمال الكشكي بيصك مصطلحا جديدا في عالم التداول السياسي أو الكتابة السياسية. تقصد بإيه كلمة عمران سياسي يا جمال؟ شوف يعني أنا مؤمن بأنه الدولة المصرية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه فلسفة في بناء الدولة وفقا لعلوم بناء الأمم، وأنه إذا كنت بدأت أنك تشتغل على مساحة مصر في عمران اقتصادي وإسكان وشبكات طرق ويعني وسكة حديد وتوسعات في الدولة المصرية من شرقها لغربها ومن شمالها الجنوبها، وإذا وبنيتها السياسية التحتية، فأنت الآن بنفس النمط وبنفس الفلسفة وبنفس الإرادة وبنفس العلم وبنفس المفهوم في بناء الأمة
اتجهت لانك تعمل عمران سياسي، لانه انت عندما تتحدث وانت تصنع مساحات مشتركه نحو جمهوريه جديده فانت تسير على قدمين. القدم الاول هو العمران التنميه الاقتصاديه والعمران الاقتصادي ايضا والعمران السياسي، وبالتالي هاتان الجناح او هذان الجناحان هما يعني طريقه الصعود والانطلاق نحو المستقبل. طيب احنا لو تابعنا مثلا على سبيل المثال، احنا لما بنقول عمران سياسي هنا بنقول عمران وبناء جديد وليس حتى على الاقل ترميم، لانه هنا ايه، احنا لم نعش من قبل تجربه ومبادره في تاريخ مصر الحديث مثلما عشنا، وانا شخصيا شاهد على كواليس وشاهد على وعلى لحظات مهمه في عمر الحوار الوطني منذ اطلاق المبادره، وتابعت كيف يعني تفكر الاراده السياسيه وكيف يفكر القياده السياسيه في انه ان المبادره تبقى فعلا مبادره حقيقيه وان اهدافها تصل للجميع، وانه الهدف العام، خد بال حضرتك يا استاذ يوسف، انه الرئيس ليس له لديه حزب، ليس صحيح. لديه حزب، وبالتالي عندما اطلق المبادره، وخلينا نرجع بالذاكره حتى لا ننسى انه كان مين اللي موجود في اطار الاسره المصريه، كان واحد من رموز المعارضه الاستاذ حمدين صباحي، ومعه برفقته اسماء كثيره لا اسمي احد حتى لا انسى، كان موجود خالد داوود، وكان موجود خالد يوسف، وكان موجود اظن مش متاكد، اظن كان موجود ايضا استاذ فريد زهران. يعني احنا بنتكلم على طيف ولون واسع جدا او الوان واسعه جدا من اقطاب المعارضه المصريه. وبالتالي هنا يعني انطلقت المبادره ورف تصوري وفقا لاراده، وانطلق معها قطار العمل السياسي الى المستقبل. وبعدين المواطن فريد بيعرف يفرز الغث من الثمين، وبالتالي هنا اصبح شريك فجاه بدون قرار، بدون ما تنادي المواطن، هو اصبح شريك عندما شعر انك امام مبادره تضعه رقما مهما، فاصبح شريك يتحدث من خلال الحوار الوطني ويتحدث الى الحوار الوطني ويشارك في الحوار الوطني. وبعدين لما انت بتعمل مساله العشره السياسيه هنا بين الاطياف السياسيه كلها، انت الاول حتى لما لو رجعت بيك شويه وقلت لك تعال نتكلم عن الجلسات الاولى لمجلس الامناء، مجلس الامناء من اقصى اليمين لاقصى اليسار ومتخصصين وكل يمثل طيف سياسي معين، وطبع وبطبيعه الاشياء انه لا يوجد تطابق في وجهات النظر، في اختلاف. طيب انت مش عايز اتفاق، انت عايز توافق، واخد بال حضرتك، انت مش عايز انه في تطابق كامل في وجهات النظر، انت عايز مساحات مشتركه. طب ايه اللي يعمل ده لو انت بتدور، لو هدفك المصلحه العامه هتصل للنتيجه؟ هل اقدر اقول المصلحه العامه ستسمو عن المساحات الضيقه والاختلافات الضيقه وصولا؟ طب ونجح في مجلس الامناء في ده، وخلينا اكمل لك استاذ يوسف، لانه هنا النموذج المصغر مجلس الامناء كان الاختبار والنموذج الكاشف لمدى تلاقي كل القوى السياسيه والاحزاب السياسيه على طاوله واحده. طب نجح مجلس الامناء على مدار ما يزيد عن 30 جلسه، كل جلسه تصل ل 10 ساعات، وصلت ل 113 قضيه وتحت في خلال 19 لجنه. وبالتالي هنا انعكس ده في خدنا هذا المسار الحي الصحي الايجابي اليقظ الى الجلسه الشهيره، جلسه افتتاح الحوار الوطني. الله، هو في جمال اكثر من كده من حريه وراي اخر؟ كانت جلسه واسعه إيه؟ كبيره مهوله إيه؟ تنوعت فيها كمان الوجوه السياسيه على الوانها واختلافها من اقصى 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 اليسار وحتى اقصى 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 لو صح تعبير يعني التشدد الليبرالي والراسمالي. انا بشكرك جدا 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 صديقي وزميلي العزيز جدا الاستاذ جمال الكشكي، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الاهرام العربي وعضو مجلس امناء الحوار الوطني. طيب وانا بقول لك الكلام ده اقدر اقول لك انه انا اجزم يمكن على خلفيه حتى الكلام اللي كان بيتكلم فيه الاستاذ جمال الكشكي انه
أنا واحد من الناس اللي حضرت جلسات كتير في الحوار، وكان ليا شرف إن أنا أدليت بدلوي في هذه الجلسات زي ما بيتقال، وبمنتهى الحرية على إطلاقها. الحوار قدر إن هو ينسج، ده منظوري، ينسج أو يعمل إعادة بناء كاملة للجسور ما بين الموالاة والمعارضة، أو العكس، شوف أنت عاوز تسميها إزاي، المعارضة والموالاة. هتيجي تقول لي يعني، هقول لك إنه في بعض الأحوال مش كلها كادت هذه الجسور أن تنقطع، علما بإنه كل اللي موجودين في الحوار تقريبا يعرفوا بعض على الأقل بقالهم 20-25 سنة، بل إنه بعض الموجودين الآن في المعارضة لم يكونوا معارضة سابقة أصلا، بالعكس، يعني ما أقدرش أقول لك كانوا موالاة في عهود سابقة، لكن أقدر أقول لك إنه يعني ما كانش عندهم مشكلة عادي، هي دي السياسة بالمناسبة، في حين إنه في هذه العهود السابقة كان الموالاة هم المعارضة، أو جزء منهم كانوا هم معارضة. بعد شوية بدأت هذه الجسور لأسباب عدة، دقت فيها أسافين، جمع إسفين، حلو، فتصدعت هذه الجسور أو شيء من التصدع أصابها. الحوار الوطني مش هقولك إعادة ترميم الجسور، لأ، عمل إعادة بناء حقيقية لهذه الجسور، اعتمادا على علاقات طويلة جدا ما بين المتحدثين والحاضرين والمشاركين، زي ما كنت بقولك على الأقل 20-25 سنة، واعتمادا على الركيزة الأساسية بتاعت الحوار. احنا جايين علشان نتكلم ونتناقش ونفكر مع بعض ونخلق المساحة المشتركة مهما كانت أشكال اختلافنا في الأيديولوجيات. طيب خليني هنا أرحب على التليفون بضيفنا العزيز سيادة النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر لجنة أوليات الاستثمار، أولويات الاستثمار بالحوار الوطني. أهلا 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 يا سيادة النائب. أهلا وسهلا بسيادتك صديقنا العزيز والنائب المحترم. حبيبي ربنا يخليك. أهلا بسيادتك وضيوفك الكرام أو مستمعينك ومشاهدينك الكرام. الله يخليك يا سيادة النائب. يمكن تعقيبا أو تعليقا على البيان اللي صدر من مجلس أمناء الحوار الوطني وكلام صديقنا وزميلنا الأستاذ جمال الكشكي، ثم أنا يمكن علقت بأنه تم إعادة بناء الجسور ما بين الموالاة والمعارضة بشكل شديد المتانة من خلال جلسات هذا الحوار، وكانت النتيجة خروج البيان الأخير بهذا الشكل. تشوفوا إزاي الموضوع ده؟ طبعا سيادتك عندك حق، هو أفضل ما حدث في السنوات الأخيرة في جمهورية مصر العربية في عمرها السياسي كله هو الحوار الوطني. الحقيقة وبكل شفافية، ما كناش نتخيل إحنا كمعارضة أو أو أي حد يعني كان يتخيل أنه ممكن نقعد على طاولة واحدة ونتحدث بهذه الطريقة وهذه الأريحية في يوم من الأيام. الشفافية المطلقة وعدم وجود أي خطوط بأي شكل، وكل واحد بيدلي بدلوه والهدف المشترك الواحد هو وكان مصر ما فيش حاجة تانية، وبالتالي كان هناك مساحات وجدت بالفعل واتضح لنا كلنا بشكل مباشر أن في مساحات مشتركة كان لازم نتعب شوية وندور عليها مع بعض. جه الحوار زي ما سيادتك قلت، هي بنى هذه الكسور وقواها، وهتبقى انطلاقه عاده وابدا ان تبقى في تواصل وتوافق على العديد من القضايا اللي كنا بنتصور اننا عكس بعض فيها تماما. ما حدش طلع عكس حد خالص، احنا طلعنا مش متوافقين في حاجات وهناك توافق في حاجات كتيره كمان مشتركه بيننا. ده اللي حصل من الحوار الوطني، وهذا الحراك السياسي اللي لاول مره في جمهوريه مصر العربيه نلاقي كده ونجد اداه شعبيه ديمقراطيه حقيقيه، الشعب فيها صوته مسموع، الشعب فيها بيتكلم بحرية، أيا يعني كانت بقى الشعب ده مؤهل أو غير مؤهل، عنده رجل يمتهن السياسة، رجل يمتهن الاقتصاد، غيره يمتهن يشتغل في مجال السياحة، غيره بيشتغل في مجال الخدمات، واحد شباب، في مرأة ممثلة، في ناس كبار وفي خبراء، في رجال أعمال، أطياف المجتمع كافة. لأول مرة في تاريخ مصر أعتقد أن صوته يوصل رئيس الجمهورية بشكل مباشر. والافضل من ده الحقيقه يعني والمصداقيه اللي ادها لنا السيد الرئيس بان واحنا بنتحرك كان حركه الحكومه اسرع معانا وبتطلع قرارات من قلب الحوار الوطني تعدل الحاله الاقتصاديه الى حد كبير، وان شاء الله تعدل اكتر من كده كمان لما تستكمل رؤيه الحوار كامله في المحور الاقتصادي بالتحديد اقصد يعني. وسياده الرئيس من اول يوم، من اول اجتماع مجلس امناء وهو سيادته، فورا لبى الحقيقه يعني مشكورا طلبات الإشراف القضائي وإمداد الإشراف القضائي على الاستحقاقات الدستورية وهذه الضمانة والآلية المحترمة
يعني بتقول ان احنا دوله ديمقراطيه مدنيه حقيقيه، نبحث جميعا ومعنا راس السلطه على الاستقرار والامن، ونبحث جميعا عن السياسه، نبحث جميعا عن الحريات في داخل الحوار الوطني. تم الافراج عن عدد مهول والحمد لله، ونطلب وهنفضل دايما نطلب المزيد، انما احنا قررنا نخلص الحياه المحبوسين احتياطيا. فكره الراي الحر بقت مدعومه، السيد الرئيس النهارده بيطلع قرار بيساعد فيه اخواتنا الصحفيين على المعيشه، عشان يبقى كلام يعني القلم بتاعهم يبقى حر فعلا، مش مجرد يعني مش مجرد ايه انت عايش ومعناه وبتعبر، لا انت عايش كويس وبتعبر، فانت ما عندكش ضغوط المجتمع. فده اللي يدل على ان القياده السياسيه بتطلب الراي الحر، بتطلب الراي الصريح، دي حقيقه. فكره الاستحقاق الدستوري اللي احنا داخلين عليه الانتخابات الرئاسيه، وانا أيوة. هو برنامج حضرتك اللي انا بشوفه من افضل البرامج، وانا انتمي للتلفزيون المصري حبا اللي اتربيت على ثقافته، يعني بقول لشعب مصر كله احنا عندنا فرصه عمرنا ان احنا ننزل نعبر عن ديمقراطيه حقيقيه ومشاركه شعبيه حقيقيه، وخلاص ان الاوان ان احنا نتحرك وننزل ونروح للصندوق، ومظاهر الانتخابات تليق بمصر بقى. يعني مش عايز نفكر كل واحد في نفسه بقى، ويفكر في جمهوريه مصر العربيه شكلها امام العالم اللي اصبح صغير جدا، وكل مواطن في أي دولة في جنوب إفريقيا تحت خالص وفي شمال كندا شايف مصر وباصص على مصر لأهمية مكانتها من الشرق للغرب، إحنا متشافين كويس. لابد شعب مصر العظيم ينزل الانتخابات، يروح للصناديق، يعبر برأيه ويختار براحته، وما فيش أي ضغوط من أي نوع، في إشراف قضائي موجود، في استحقاق دستوري عظيم اسمه رئاسة جمهورية مصر العربية، ده دين في رقبتنا لمصر لابد وأن نؤديه. يعني الحقيقة البيان اللي خرج من مجلس الامناء، انا يعني شهادتي مجروحه في مجلس الامناء، لاني شفت المجهود بعينيا واشتغلت معاهم وشفت عدد الجلسات وشفت مئات الالاف من الافكار تم جدولتها، وخليه نحل شغاله في الامانه الفنيه على مدار الساعه 24 ساعه شغالين. اطلب سيادتك اي حد في الامانه الفنيه الساعه 3 الصبح يبعتوا لك ورق، تكلم حد الساعه 4 يبعت لك ورق. يعني الحقيقه المجهود اللي اتعمل للحوار الوطني، احنا يعني بجد بنتشرف ان في جمهورية مصر العربيه هذا النموذج المحترم للديمقراطيه المفتوحه الشفافيه الشريفه. وبعدين بقى اكتشفنا حاجه يا يوسف بيه، بجد والله والله بجد، المعارضه المصريه معارضه رائعه، المعارضه المصريه لا يعنيها غير مصلحه مصر، كان بس فيه وجهات نظر بعيده مش اكتر، مش اكتر. والناس اللي بيسموهم الولاء من الموالاه، هو مش موالاه، هو واحد عنده اعتقاد وداعم للحكومه، وهذا الدعم هيقوم الحكومه، وهو صحيح. المعارضه عندها اعتقاد انها لما تظهر مشاكل في المجتمع الحكومه هتاخد بلاء، وهذا ايضا صحيح. اذا مفيش مشكله، كلنا مصريين. ما سياده النائب حضرتك راجل عندك حياه حزبيه طويله، وعارف اكتر من ناس كتير واكتر مني انه في النهايه دي طبيعه العمل السياسي، موالاه اليوم معارضه الغد والعكس صحيح. المحافظين والعمال بيتبادلوا الأدوار على حسب الثقل الانتخابي اللي يؤدي لتشكيل الحكومة. فالنهاردة وإحنا بنتكلم حزب العمال البريطاني معارضة، لو إنه تشكلت الحكومة من حزب العمال أصبح العمال هو اللي مولاه. صحيح، فده طبيعي. صحيح. إحنا بس في مصر ما تعودناش على كده. أدي كل عندك القصة. عندك حق. لأول مرة يعني كلنا نحترم الرأي الآخر صراحة. الحوار الوطني كانت المكان او الوعاء اللي جمع فعلا كل ده. احنا كلنا كنا بنتكلم، بقول لسيادتك الواحد كان بيتكلم بشفافيه وبيسمع كلام ما كانش يتخيل انه ممكن يسمعه. بقول لحضرتك ما فيش خطوط للدرجه دي، كنا قاعدين بنسمع افكار وبنسمع كلام سياسي كان او اقتصادي او حريه اقتصاديه او خلاف، مش كله يعني كلام في السياسه فقط، لا طبعا. حتى الحقيقه في يعني في الاقتصاد وفي الثقافه وفي الهويه وفي المجتمع الى اخره. يعني سيادتك الافكار اللي طلعت بشكل صريح وواضح في المحور الاقتصادي بالتحديد مثلا، يعني والاستجابه الحكومه السريعه ليها، والمجلس الاعلى الحقيقه للاستثمار بقياده السيد الرئيس لما اصدروا ال 22 قانون في قرار في ثانيه، اضع البيروقراطيه في لحظه اللي كنا بنعاني منها بقى لها سنوات وسنوات. هو ده الحوار الوطني، هو ده لما الناس قاعده على طاوله واحده تكلمت بصدق، قالت مصلحه الوطن هي، سياده الرئيس وعد انه هينفذ، نفذت الكلام ومستمرين في ذلك. المؤتمر بتاع بني سويف، وانا الحقيقه يعني الحمد لله كان ليا الشرف ان انا اكون مع الناس اللي راحت بني سويف، خدت بالها ونزلنا، انا ما لفتش نظري غير حاجتين عشان سيادتك تكون عارف. الالتفاف الشعب حوالين القياده السياسيه كان مش طبيعي، يعني غير العادي، على مدار 60 كيلو على كل مدخل قريه او مدخل عزبه، او انا مش عايز اقول لك اسامي العزب اللي كانت واقفه، تلاقي الناس واقفه بعشوائيه بعفويه شديده جدا، واقفه
في استقبال القيادة السياسية. ده برضو من دل أن المواطن المصري حتى في أبعد الأماكن حاسس بيك، ولما أنت بتحس بيه هو بيحس بيك. قرارات طبعاً قدرها السيد الرئيس، لازم يعني نقول ألف شكر عليها، لأنها قررت في وقت حاسم وحرج جداً، اقتصاد عالمي منهار، ارتفاع أسعار غير مسبوقة في الكرة الأرضية، وطبعاً في مصر ما فيش شكل ان احنا بنستورد الازمه دي بصراحه، لان احنا معظم منتجاتنا بنجيبها من بره، وبالتالي الدولار بيغلى علينا، وبالتالي الحلقه المفرغه اللي احنا بنحاول ننميها بالانتاج، وعايزين نشجع الناس بقى انها تنضم للمبادرات زي ابدا مثلا، يبدا توطين الصناعه المصريه. معاك 100%، يعني معاك 100%. هذه المبادره يعني احنا كنا فين من زمان الكلام ده؟ دي مبادره رئاسيه. طب المبادره الرئاسيه يعني لابد ان وزاره الاستثمار تلتف وتاخدها، وزاره الصناعه بسرعه تاخدها وتعممها. يعني المبادرة دي نزلت للكفور والنجوع وطلعت شباب مصر الخريجين، صحيح، فتحت لهم مجالات عمل، لا في بيروقراطية بقى، استلم ورشتك واستلم مصنعك واستلم وعايز ايه، عايز مواد خام يدوله وبعدين يشتروا منه الانتاج للحكومة، ما الحكومة كده كده بتشتري، فلما اشتري من ولاد بلدي اللي هم لسه بيمدوا ايديهم بالتصنيع هم اولى، لابد ان يكون هناك اولوية لشراء المنتج المصري من الحكومة في الاول، خدت بال سيادتك؟ وده اللي حصل مع ابدا على هذا النموذج الرائع. طب نكبره، نفرده اكتر. الحقيقه الحوار الوطني ورانا حاجات كتير وتعلمنا منه كتير، وانا واحد من الناس بشكل مطلق على الهوى انا اتعلمت في الحوارات اكتر بكتير ما كنت اتخيل، لان انا راجل متخصص في الاداره ومتخصص في الاقتصاد، افهم فيهم كويس جدا، ودرت مؤسسات كامله كبيره، صحيح، جدا، ودرست في الجامعه وما عنديش مشكله، انما في مناحي اخرى كانت بعيد عني، في محاور ما كنتش يعني واخد بالي من حجمها. ودي من ضمن الميزات بتاعت الحوار. الحقيقه انا عايز اشكرك جدا اولا سياده النائب، كل الشكر لسياده النائب الدكتور ايمن محسب، عضو لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب ومقرر لجنه اولويات الاستثمار بالحوار الوطني. قبل الفاصل ليه بقول لك انه الحوار الوطني كان مفيد للكل؟ في وقت ما ليس بالبعيد المعارضه بتقعد مع بعضها بس، والمؤيدين او الموالاة، شوف اختار التسمية والمصطلح، بيقعدوا مع بعضهم بس، وبالتالي حصل شكل من اشكال مش التباعد الفكري، ما هو كده كده احنا مختلفين فكريا، الايديولوجيا مختلفة يعني، لكن اصبح في ايه طول الوقت التوجس والخيفة والقلق والتوتر والحذر وحاجات من كده، وبالتالي كل واحد فينا يصبح بيعمل ايه بقى، بينسج نظرياته الخاصة بيه، ده بيقول دول وحشين وده بيقول دول وحشين، لما الكل، وبالمناسبة كتير نسيوا كتير مننا من الطرفين، مش من طرف واحد، من الطرفين نسيوا ان احنا اصلا اصدقاء ورفاق وزملاء، وفي بيننا مشتركات كتير زي ما كنت بقول على الاقل 20-25 سنة. شيء محزن جدا بالنسبة لي ان انا اتكلم على 20-25 سنة باعتبارهم عادي، تقريبا نص عمري يعني. المهم لما رجعنا تاني نقعد على طاولات الحوار الوطني، ايه اللي جرى؟ الاول الحذر ونفس التوجس، ويبدأ جبل الجليد ده يدوب سنة سنة، فيبدأ اللي يحصل انه تاني نقدر نقف على الأرضية المشتركة، خلق المساحات المشتركة، تبقى الأول المناقشات كلها حامية الوطيس، الكل يقف أمام الآخر منتظر، يا ترى انتوا عايزين ايه وانتوا ناويين على ايه. بعد شوية لقينا انه لا، المسألة أبسط من ذلك، بعد شوية لقينا المسألة أبسط كتير من ذلك، بعد شوية لقينا ان الأمور شديدة المرونة والسلاسة، وبالتالي حصل التوافق زي ما بقولك في كل البيانات والتوصيات الصادرة من الحوار الوطني من اللحظة الأولى حتى اليوم، كلها توافق، لا أغلبية ولا ما أغلبياش، لا بسيطة ولا كبيرة، توافق، فبما فيها البيان الأخير المتعلق بالانتخابات والاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات لرئاسة الجمهورية. إذن احنا بنقول ايه؟ بنقول انه في حاجة اسمها وطن واحد، الهم واحد، كل منا له الحق ان هو يفكر بطريقته، الجسور لم تكن موجودة بالشكل اللي احنا طالبينه، لم تكن ممتدة، لم تكن متصلة، لغة الحوار كانت مختلفة، ففي الحوار الوطني اصبحنا بنتكلم لغة واحدة اللي هي ايه؟ احنا هنقدر نعدي بمصر ازاي؟ كلنا عارفين احنا عايزين نروح النقطة دي، طب ازاي؟
هنروح بقى عوم، هنروح بالمركبة، هنروح بزودياك، لانش سريع زي ما يطلع، بس هنلاقي الأول طريقة نبقى كلنا في نفس المركب. فهمنا حاجة؟ أكيد. فاصل ونكمل الكلام. تعالى نروح على حاجة بقى مثمرة جدا. أنا واحد من الناس اللي أقدر أقول إنه وزارة الإسكان أيديها خضراء. تعرف كده يقولك إيده خضراء، يعني إيده خضراء يعني إذا مد إيده في حاجة بإذن الله تبقى مثمرة طول الوقت. الوزارة إيدها خضراء، تحط قرار وتبدأ في مشروع، مشروع بيطلع زي الفل. يلا بينا هنبني كذا اسكان اجتماع، اهلا وسهلا، يطلع زي الفل. هنعمل مثلا الوحدات البديله وحاجات زي كده، اظن اكتر من ربع مليون وحده تقريبا لحد دلوقتي علشان خاطر الناس سكان العشوائيات الخطره وما الى ذلك، الحقيقه زي الفل. طيب وزارة الإسكان بالمناسبة زي ما حضراتكم عارفين أكيد عندهم جنة وعندهم سكن مصر وعندهم الإسكان المتميز، لكن وزارة الإسكان قررت أنه توجد هناك إتاحة دائمة لجنة وسكن مصر وإسكان متميز. فخلوني أرحب بالمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. أهلا 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 يا باشمهندس عمرو. أهلا بسيادتك يا فندم، مساء عامل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. باشمهندس عمرو، الأول هسأل على يعني إيه الإتاحة الدائمة؟ طيب تمام، ده سؤال جميل نبدا بيه المداخله. أيوة. وبشكر حضرتك في الاول على المقدمه الجميله، وده شرف لينا. اقل ما يجب ان نقدم الخدمه وكل جهود الزملاء في الوزاره وبقياده سياده الوزير ان هم يقدموا الخدمه لكل الناس في كل محافظات مصر. قدها وقدود والاتاحه الدائمه ده موضوع جديد اقرته هيئه المجتمعات برئاسه الوزير الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان. مجلس اداره الهيئه قرر ان يبقى فيه دايما اتاحه دائمه في كل في معظم المدن، وده هيكون معناه ان في شقق متاحه فاغره لاي حد حابب يحجز وحده سكنيه يتوجه فورا لجهاز المدينه اللي هو عايز يحجز فيها. على مستوى ثلاث مشروعات كتجربه، الاسكان المتميز والاسكان ذو الطابع الساحلي وسكن مصر وجنه. وده القرار اللي خدته هيئه المجتمعات في مجلس الاداره السابق، على اساس انه كان دايما بيجي استفسارات واسئله ونداءات للوزاره ان ليه ما يكونش فيه متاح وحدات طول الوقت، بدل ما يحصل تزاحم في الاعلانات وناس تاخد وناس تنتظر، لا احنا عندنا وحدات موجوده. وللعلم حضرتك الاتاحه الدائمه دي مما يعني كده ان الوحدات منفذه ومشطبه وجاهزه على السكن والفرش. طيب واحدة واحدة بقى، عشان قلت لي والإسكان ذو الطابع الساحلي يعني إيه؟ تمام، عشان دي جملة يعني اسمها المصرية قوي، يعني إسكان متنوع بيناسب كل شرائح المجتمع، من أول إسكان محدود الدخل ومتوسط الدخل وميسور الدخل، وكمان بنبني إسكان ذو طابع ثقافي للمنطقة. يعني المنصورة الجديدة مثلا دي مدينة ساحلية على البحر وتتبع محافظة الدقهلية، فليها طابع ساحلي للدقهلية. إسكان العالمين له طابع ساحلي، الطابع الساحلي اللي هو بيتميز بقى بالتوجيه الطبيعي للتكييف والتهوية وحفظ الطاقة اللي بيتاحها الموقع المميز. لو في حاجة في العين السخنة يبقى برضو مظبوط، في مستقى التنفيذ بنراعي الطابع الساحلي في موضوع التوجيه الطبيعي للمكان وتوجيه لاتجاه البحر والاستفادة القصوى بالمكان المميز، اسمها إسكان ذو طابع ساحلي. عندنا برضو الاسكان اللي هو سكن مصر، وسيادتك تعرف تابعنا بشكل جيد انه من احد المشروعات اللي نزلت ناجحه جدا نزلتها وزاره الاسكان، اللي هي بتناسب شرائح كتير جدا، بتغطي شرائح كتير جدا من المجتمع. اسكان جنه هو اسكان مميز وذو طابع نظام الكومباوند، يعني اللي له خدمات مميزه ومستقله نوعا ما، فبيها برضو ليها طابع مميز. فعلشان كده الخبراء في الهيئة المجتمعات نقوا الثلاث نماذج دي نبدأ بيها موضوع. هو كده أربعة بقى، جنة وسكن مصر والإسكان المتميز زائد الطابع الساحلي، صح ولا أنا ملخبط الدنيا؟ باشمهندس عمرو
لا محدش يقول الخط قطع على العموم. هنعيد لازم 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 عشان افهم، لانه بالذات الحته بتاعه الاسكان الساحلي دي برضو جميله. يعني النهارده اذا كان في حد حابب ان هو يروح يشتري في العالمين الجديده، جميله جميله على راي طب وعندنا كمان انا شفت المنصوره الجديده على سبيل المثال، يمكن ناس كتير راحت شافت العالمين، وطبعا العالمين اصبحت خلاص اشهر من نار على العالم، فاصبحت مدينه عالميه بكل المقاييس، يعني حتى اصبح ليها اسم وسمعه عالميه. ده خلاص كده كل سنه احنا طيبين. المنصوره الجديده اللي ما راحش يروح يتفرج، يعني لازم اهالينا في المنصوره نفسهم يروحوا يتفرجوا وغيره. يعني بالمناسبه المنصوره الجديده دي مش حلوه، دي حلوه بزياده فعلا مش هزار. فتخيل بقى يبقى انت نفسك في حاجه زي كده والبحر والحلاوه والجمال، فتروح تاخد من الحاجات بتاعه وزاره الاسكان. ده معناه انك ابدا محدش هي مثلا يخليك تتعرض ل مش عارف ناس ممكن ما تكونش مؤتمنه قوي، لا ده وزاره الاسكان، التقسيط وزاره الاسكان، المكان جاهز زي ما قال مهندس عمرو جاهز للاستلام. بس هرجع مره تانية، مهندس عمرو معانا، اهلا بيك مره تانية. اهلا بحضرتك، مع حضرتك يا فندم. احنا قلنا بقى ان هم ثلاث حاجات، هم جنه وسكن مصر والاسكان المتميز زائد الطابع الساحلي، صح كده؟ زي رشيد والمنصوره الجديده، مظبوط صح يا فندم. حلو جدا، يعني رشيد المنصوره الجديده العالمين الجديده، ربنا ييسر الحال ويبقى في راس الحكمه الجديده، يبقى شيء رائع برضه ان شاء الله. فرحنا طبعا يا مهندس عمرو، اديلي صدق. وانا برضه يا فندم يعني ببشر حضرتك والساده المشاهدين انه احنا طبعا في الطرح ده عندنا رشيد الجديده، اللي برضه للعلم اللي ممكن ما يكونش حد يعرف ان هي مدينه واعده جدا، بتخدم برضو منطقة وسيطة ما بين اسكندرية والبحيرة. وكان دايما بيجي لنا شكوى في اماكن ادكو واماكن اللي هي بقت ضاقت على اهلها ومبقاش فيها اراضي تتاح للمباني. احنا بنبني مدينة جديدة ساحلية كاملة على بعد عشرات الكيلومترات، بسيطة ما بين 10 و15 و20 كيلو مثلا من ادكو، وفي شمال محافظة البحيرة واسكندرية وقريبة من اسكندرية. فاحنا بنتكلم على طبعاً مدينة جديدة واعدة في منطقة رائعة مميزة جدا. من رشيد لاسكندرية 68 كيلو، فلو انا حطيتها في النص انا كده مبسوط. مظبوط، وهي رشيد الجديدة بتتوسط المنطقتين، بتتوسط رشيد القديمة واسكندرية، وقريبة من ايدكو بحوالي مثلا 18 كيلو ولا حاجة. حلو. فاحنا برضه في كثافات سكانية كتير هناك وانشطة اقتصادية كتير هناك، عايزة شباب وعايزة سكن، فعشان كده في مدينه زي رشيد الجديده واعده جدا. رائع. طبعا المنصوره الجديده غنيه عن تعريف سيادتك، يعني افضت في الشرح وجمالها. وعندنا مدن الصعيد الواعده برضو، ناصر غرب اسيوط وغرب قنا وملاوي الجديده، مدن جديده في الظهير الصحراوي للصعيد، وفي نفس الوقت قريبه من العمران القائم ومربوطه بيه بطرق وشبكات مرافق قائمه، حاليا خلاص تم تنفيذها، يعني احنا بنطرح وحدات منفذه ومشطبه بالفعل، مش لسه هنستلم كمان سنتين ثلاثه او خمسه. بالعكس احنا الطرح الدائم ده سيادتك، يعني سياده الوزير كان اتكلم في اكتر من لقاء على ان احنا الاليه دي ان شاء الله هيتم طرحها، وبالفعل الحمد لله يعني بنجحنا الحمد لله في الموضوع ده، وباسعار مناسبه وميسره. يعني حضرتك بقيت التصريح سياده الوزير ان المقدمات بتبدا من 25000 جنيه للاسكان المتميز، و50000 جنيه لسكن مصر، و100000 جنيه لوحدات جنه. يعني اللي معاه المبلغ ده هيروح لجهاز المدينه، هيطلب الكراسه، هيدفع مقدم جديه الحجز في بنك الاسكان والتعمير، هيجي يخلص اجراءات الاستلام ويقسط الباقي على من 3 ل 5 ل 7 ل 10 سنوات. يعني ايا كانت محافظتي بروح لمديريه الاسكان في المحافظه واقول لهم انا عاوز اقدم مثلا في جنه. مش مديريه الاسكان، جهاز المدينه الجديده. جهاز المدينه نفسها. حلو قوي. جهاز مدينه المنصوره الجديده، جهاز ناصر غرب اسيوط او جهاز غرب قنا، هيتوجه لرئيس الجهاز، مكتب رئيس الجهاز، في وحده هناك تم انشائها بتعليمات سياده الوزير، الوحده عقاريه فنيه ماليه قانونيه، فيها متخصصين، هيبقى في كراسه، هياخد الكراسة فيها استمارة، هيبدي رغبته انه عايز وحدة سكنية في الوحدات المطروحة ان شاء الله بعد ما ننزل الاعلان كمان ايام. هيطلع على الوحدات ويشوف المتاح والمناسب له ماديا يقدر يدفع، فهيطلب رغبته، هياخد ايصال من الجهاز بانه هو راغب في حجز الوحدة، يسدد مقدم جدية الحجز زائد بعض المصاريف الادارية البسيطة، هيرجع للجهاز تاني يستلم الوحدة، والموضوع ده بيبقى في خلال من شهرين لتلاتة. طيب أنا هتقل عليك بشوية أسئلة معلش. تحت بما عمر. إنه الوحدات دي جاهزة للاستلام، هتتقسط على كام سنة؟ إحنا عندنا القرار اللي طلع من مجلس إدارة الهيئة إن التقسيط متاح من 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات.
ده جميل، سواء إذا كانت جنة أو سكن أو المتميز أو الإسكان الساحلي ممكن توصل لحد 10 سنين. مظبوط يا فندم، وهيبقى ساعتها سعر الفايدة على التقسيط طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري في وقت الطرح على سعر الكوريدور، يعني سعر الفايدة المعلن ده اللي هيكون موجود عشان برضو كل الناس تبقى على على بينة وعلى ضوء واضح للموضوع، ان الفايدة اللي بيقررها البنك المركزي هي اللي هيبقى عليها هتحمل على التقسيط على المدة اللي هو بيحتاجها. فكل واحد بيدرس حالته الاقتصادية يقدر يقسط على كام سنة، وده هيكون موجود ان شاء الله في الكراسة لما تنزل خلال ايام. هيكون موجود كل تقسيط فوائده قد ايه ومدته قد ايه وايه المميزات لكل نظام سداد، وبيقدر يسدد بالطريقه اللي بتريحه في الاخر، وبيتعرض الموضوع على اللجنه. ولو حصل يعني لو حصل وان شاء الله يعني احنا متوقعين كده، عشان كده برضو حطيناها في الاعلان، انه لو حصل في وحدات مميزه حصل عليها تزاحم او كده بيتعمل عليها قرعه محدوده على الساده المتقدمين، بحيث ان احنا نفيد الناس اللي عايزين يستفيدوا بالوحدات. طيب هنا هيبقى في سؤالين بصراحه، اول سؤال منهم انهي فايده، فايده كوريدور على الاقراض ولا فايدة الرهن العقاري؟ طيب المعلومة دي مش متاحة عندي، تسمح لي حضرتك أسأل الخبراء القانونيين والتجاريين في الهيئة وارجع لشهادتك بيها؟ عارف أنا سألت ليه يا باشمهندس عمرو؟ عشان أنا ما بحبش العيال نفايات البشرية الإخوان يقرروا مع نفسهم يروجوا شائعة. لا احنا هنأكد المعلومة من المختصين في هيئة المجتمعات وهقولها لسيادتك تبلغ بيها برضو على الهواء مع السادة المشاهدين. طبعا ده انا اتشرف، لان احنا طبعا هننزل دي في الكراسة، لكن اللي عندي حاليا كمعلومة عشان ابقى صادق مع حضرتك ان هي الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح. ده كلام جميل، لكن نوع الفائدة ايه هجيبها لسيادتك حاضر وارد لحضرتك. حلو قوي. السؤال الثاني، ليه هنعمل قرعة لما ممكن اخدها بأسبقية الحجز زي اي مطور يقول لك والله اللي سبق اكل النبأ؟ هو ده حقيقي، ده حقيقي، بس وارد جدا، علشان دايما نبقى حاطين خطه رؤيه اللي هيحصل. وارد جدا النهارده في 5 يروحوا مع بعض على نفس الوحده، في نفس اليوم الصبح رايحين سوا عايزين الوحده رقم كذا في الدور كذا في العماره كذا. ايوه، ففي الحاله دي لازم نتوخى الحذر وان احنا ما يحصلش مشكله ما بين الحاجزين. طبعا اللي هيروح يحجز وحده في الاول وياخد الخطاب ويتوجه للبنك ويخلص، ده ربنا يكرمه خلاص هو خلص الوحده بتاعته. لكن نفترض ان في 5 أو 10 أو 100 راحوا على وحده معينه مميزه او راحوا على وحده بعينها، ساعتها بيبقى في اجراءات بت في الموضوع ده عن طريق قرعه علشان ندي برضو الفرصه للناس. وعايز اقول حاجه لسيادتك برضو، الرصيد الحمد لله موجود عندنا، اعداد موجوده كويسه كافيه من الوحدات، فده هيخلي الفرصه اكبر ان الناس تستفيد بشكل مناسب للفرص تميز مختلفه كتير. طيب ده يخليني برضو اروح لسؤال ملوش علاقه قوي بالثلاث حاجات اللي حضرتك قلتهم، لكن ليه علاقه بيكم. انا فاكر لما رحت اسوان وشفت بقى هناك كانت بيوت حلوه قوي زياده عن اللزوم على شط النيل على طول. مظبوط، هي مش زياده عن اللزوم، احنا نستحق احسن من كده ان شاء الله. دي حلوه قوي اصلها، فاسوان يستحقوا اكتر من كده، والشعب اسوان والناس هناك مستفيدين في المدينة أسوان الجديدة يستحقوا كمان إن شاء الله أجمل من كده بإذن الله. وكان فيها بقى إيه فيلات حلوة كده عاملة زي فيلات المنصورة الجديدة والحاجات الشياكة دي، كلها واخدة الواجهة واخدة الإطلالة على نهر النيل. دي اتعمل لها تسعير وهيتعمل لها طرح ولا لسه؟ خليني أرجع برضو للمعلومة دي لحضرتك وأشوف هي بيتم الطرح فيها عن طريق أي جهة في جهاز المدينه ولا عن طريق اعلانات هتطرح بعد كده، وارجع لسيادتك بيها حاضر. أيوة، بس هي مش دي مش نازله معانا في المحافظات اللي في الاعلان ده. انا فاهم النهارده، لكن طبعا خلينا برضو نفرد لها يعني لقاء ونتكلم عنها ونتكلم عن طرحها ازاي وهيتم ازاي ان شاء الله. يا ريت. انا اشكرك يا باشمهندس جدا، تحياتي ليك وتحياتي لمعالي الوزير، كل الشكر المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان. والله العظيم مصر دي فيها جواهر، جواهر الفيلات اللي في أسوان دي جواهر والله. الفيلات اللي موجودة بقى ولا الشقق ولا البيوت ولا مش عارف إيه اللي موجودة في المنصورة الجديدة، والله 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 جواهر. بص، هي مدينة المنصورة ما هياش بعيدة، والجو اليومين دول في اللذيذ، عربيتك الجميلة، خد بعضك، ده انت راجل بتشتري بقى فانت اكيد عندك عربية، اظن دي سهلة. خد بعضك كده وروح بص على المنصورة الجديدة واتفرج ومتع نظرك بالطراز المعماري، بالمساحات الخضراء، بالبحر الجميل، بالخدمات المتاحة، بالجامعتين اللي حوالين المنصورة الجديدة، هما جوه المنصورة الجديدة عمليا، ما هماش حواليها يعني.
إلخ إلخ إلخ. ده مثلا يعني، طبعا زي ما كنت بقول لك العالمين الجديدة دي غنية عن التعريف يعني، وهكذا في ربوع الجمهورية. الأماكن فعلا معمولة حلو قوي، سواء إذا كان في التصميمات المعمارية وفي الطرز المعمارية، سواء إذا كان في التنظيم الداخلي للطرق و سواء إذا كان في المساحات الخضراء، سواء إذا كان في الخدمات بشكل عام لكل هذه المدن والمشروعات، حاجة تشرف وتفرح وتدعو للفخر بصراحة. طيب، ما يدعو للفخر أيضا هو إنه علمائنا في الجامعات المصرية والمعاهد البحثية والأكاديميات الحقيقة هم مش بس مخهم نور، هم طول الوقت شغالين. ويمكن حظي الجيد إنه إحنا امبارح كنا بنتكلم على إنجاز طبي عظيم حصل في كلية الطب جامعة طنطا، فيبقى النهاردة أيضا إنجاز لو صح الكلام يبقى نقول مثلا إيه، طاقوي هندسي بيئي أيضا، ولكن في هندسة طنطا مرة كمان. برافو بصراحة. إيه هو الموضوع؟ الموضوع إنه علمائنا في جامعة طنطا، وأنا أصر على استخدام كلمة علمائنا في جامعة طنطا، اشتغلوا على إنتاج الوقود من زيوت الطعام المستهلكة، علمائنا في كلية الهندسة. معانا دكتور مدحت أبو اليزيد، أستاذ الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة طنطا. أهلا بيك يا دكتور. اهلا يا استاذ يوسف، ومساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. ازاي الحال؟ كله حلو الحمد لله. طبعا الحمد لله زي الفل الحمد لله. هو جامعه طنطا مش هتكف عن ابهارنا بقى ولا ايه؟ الحمد لله. والله في الحقيقه يعني الدكتور محمود زكي رئيس جامعه طنطا، حتى لما كان هو عميد الكليه من 3 سنين، الحقيقه هو كان متبني الفكر ده من اول انطلاق رؤيه مصر 2030، وكان هو بيحب دايما المشاريع الانتاجيه اللي بتفيد المهندسين في التخرج، ان هو يلاقي فرصه عمل كويسه يحسن الدخل بتاعه، وفي نفس الوقت طبعا في الاساس بتفيد العمليه البحثيه والنشر العلمي ورفع التصنيف بتاع الجامعات. والحمد لله التصنيف في جامعه طنطا الحمد لله يعني بقى ما شاء الله حاجه كويسه جدا. وطبعا ده انعكس على ان في عدد كبير جدا من المشاريع البحثيه المموله من جامعه طنطا، يعني مبالغ كبيره جدا. دكتور كمال عكاشه نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث يعني دفع بكميات كبيره جدا من المشروعات البحثيه والدعم الكامل لانشاء المعامل البحثيه. يعني احنا الحمد لله معمل المحركات ومعمل الوقود بكليه الهندسه تحت اشراف الدكتور هاجر عالم الدين، المعمل ما شاء الله مجهز باحدث الاجهزه العلميه. مش هنقول ان هو بينافس بس على المستوى المحلي، لكن الحمد لله على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي احنا الحمد لله الابحاث العلميه اللي بتطلع من جامعه طنطا وكليه الهندسه قدرت تدخل كلية الهندسة في تصنيف البترول، ودي أول مرة تحصل. حلو. فترة طويلة جدا. طيب. إحنا نخش في التصنيف الدولي تصنيف شنغهاي لتخصص البترول. هايل. طيب ما تقولي على موضوع إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستهلكة ده. ما هي دي النقطة. إحنا الحمد لله الموضوع ده مش نتاج النهاردة أو مش بداية فيه شغل النهاردة، لا إحنا شغالين فيه من فترة تعدت 5 سنين. بدأنا بأن احنا نطلع وقود حيوي من مخلفات الزيوت، ونطلعها من مش من زيوت الأكل بس، لا بنطلعها كمان من الطحالب، نطلعها من منتجات مخلفات زراعية. في الآخر في الفترة اللي فاتت دي انتشر قوي موضوع الزيوت اللي هي مستهلكة أو الزيت الراجع من الأكل، وإحنا بناخده نعمل له عمليات 3 عمليات صناعية أو 3 عمليات على شكل كبير، لأن احنا في الكلية بنستعمل زيوت بشكل كبير وبنعلم الطلبه ان هو يعمل منتج كبير، يعني مش مجرد على شغل معملي حاجه صغيره كده، لا انتاج كمي. انتاج كمي هي دي النقطه الحقيقيه اللي احنا في الجامعه بنسعى اليها، واداره الجامعه بتحس بيها ان تعمل مشروع بحيث ان هو يبقى نافع للطلبه ونافع للمجتمع، بحيث ان هو يبقى حاجه فعليه نقدر نطبقها على ارض الواقع. حلو. فبدأنا ان احنا فعلا نجيب مشاريع بحثيه ودعم من جامعه طنطا ومن خارج جامعه طنطا، بحيث ان احنا نقدر نبني منظومات متكامله ناخد الزيوت اللي بتيجي من المستهلكه دي او الزيت الراجع ده او اللي هو يعتبر المفروض يعني استعمل والمفروض انه بيترمي، احنا بناخده نعمل له عمليه تصفيه وننظفه وفلتره، وبعد كده بنعمل المرحله الثانيه ندخله على مرحلة تفاعلات كيميائية معينة بأن أنا أكسر الروابط الكيميائية بتاعته، وبعدين أنقيه بشكل معين
وبعدين المرحلة الأخيرة إن أنا أتأكد إن الزيت ده مطابق للمواصفات الدولية اللي تخليني أقدر أستعمله في المحركات أو أجهزة الحرق، سواء بقى محركات سيارات أو أفران صناعية. يعني إحنا الحمد لله شركة السكر في الحمول عندنا ناس منهم بيجوا يعملوا تصميمات على الغليات بتاعتهم، إن إحنا نحسن في أداء الغليات وإن إحنا إزاي نستعمل الزيوت النباتية دي أو الزيوت البايو ديزل في الغليات. فإحنا بناخد الزيت ده ونتأكد إن هو المواصفات بتاعته مطابقة للمواصفات الدولية، بحيث إن هو نضمن ما يحصلش مشاكل في أجزاء المحرك، أجزاء اللي هي دارك الوحيد. وحصلت تجارب عملية على ده؟ طبعا لازم إحنا بقى بعد ما بنعمل التجارب نتأكد إن الوقود بتاعي مطابق للمواصفات، نبدأ نعمل تجارب عملية. والموضوع ده في الحقيقة يعني إحنا الحمد لله المعمل بتاعنا مجهز تجهيز على أعلى مستوى بأحدث أجهزة في العالم، إن إحنا نقدر نعمل اختبارات كاملة سواء للسيارات، إن إحنا نعمل أداء دراسة أداء كاملة لمحرك السيارة والعوادم اللي بتطلع منها. والحمد لله في الفترة اللي فاتت دي إحنا قدرنا إن إحنا مش بس نستعمل الوقود في المحرك تحت أي ظروف، لا ده إحنا قدرنا نستعمله عند معدلات أداء عالية جدا أعلى من الوقود العادي، وقدرنا نستعمل الوقود اللي هو البايو ديزل اللي طالع من الزيت ده بنسبة 100% في المحرك. يعني إحنا بدلنا الوقود العادي 100% وحطينا بايو ديزل، مع إن العالم كله الحمد لله يعني يقول لك 20-30% 40% بس، لأنه هو بيحصل عندهم مشاكل في الاستعمال. لكن إحنا الحمد لله ده وقود يخليني أستبدل بيه محركات أو أستبدله في محركات الديزل ولا في محركات البنزين ولا في الاتنين؟ لا هو بس ينفع في محركات الديزل فقط، لأن دي طبيعة الحرق بتاعته، يعني هي بتتبع، عشان كده احنا بنسميه البايو ديزل أو البديل للديزل، يعني ديزل نسبة لمحركات الديزل، فهو يفضل في الديزل والأفران الصناعية. إذن هذا الوقود أليق، إضافات أخرى، إذن هذا الوقود أليق للاستخدامات في المحركات الصناعية أو المحركات الديزل التقيلة. تمام. والأفران الصناعية، الأفران الصناعية والغليات. هل 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 هذا الوقود بيحتاج اعتمادات بقى، براءة اختراع، اعتمادات أخرى دولية، بحيث أنه يتم إنتاجه على نطاق واسع، إنتاج بقى كمي صناعي حقيقي أقدر أورد بيه للمصانع المختلفة وما إلى ذلك؟ هو مش محتاج أن احنا ناخد شهادات من حد، لأن احنا المفروض بناخد الوقود ده ونختبره في معامل البترول، شركة البترول في مصر هنا، ومتأكد ان المواصفات بتاعته مطابقة. وده حصل مش كده؟ وده حصل فعلا، وعملنا كذا مرة، يعني مش مرة واحدة، لا احنا ودينا كذا عينة على مراحل مختلفة. بقول لسيادتك احنا شغالين بقالنا في حدود 5 سنين، وبعدين احنا بنعمل حاجة اهم من ده كله، ان احنا الابحاث بتاعتنا بتتنشر في اكبر المجلات العالمية. هايل. وتحت مظلة مشاريع بحثية ممولة، وبتراجع كل 3 شهور بيحصل مراجعة، او كل 6 شهور مراجعة للشغل بتاعنا ايه، ونشوف الابحاث دي اتعملت ازاي، وبراجعوا الخطوات بتاعتنا، يعني في مراجعة قوية جدا. عشان كده احنا ما بنعلنش على الحاجة الا بعد ما تنتهي، مش مجرد يعني لو سيادتك عرضت مجموعة الصور والفيديوهات هتلاقي احنا منتج حقيقي، حاجة حقيقية بتشتغل، محركات بتشتغل بالفعل، ونتائج طالعة بالفعل، وابحاث حقيقية بتتنشر في اكبر مجلات العالم، دي حاجة معروفة. شيء يشرف الحقيقة دكتور جدا، يعني لأبعد حدود، حقيقي شيء يشرف، وحاجة تدعو فعلا للفخر. ونتمنى بقى ان احنا احاول قدر الامكان نفكر بشكل بقى ايه تاني اكثر اتساعا، فليكن مثلا انه كلية التجارة وادارة الاعمال بالجامعة تبدأ تعمل لنا دراسة جدوى كيفية تحويل ده إلى أنه يتحول بعد كده مصنع للإنتاج، يشتغل بقى بشكل استثماري وصناعي ومجدي اقتصاديا. طب وطرق جمع هذه الزيوت سواء إذا كان من جوه محافظة الغربية مش طنطا بس أو من الدلتا كلها، تتم إزاي بحيث أن نعرف أشغل المصنع اللي هينتج لي هذا الوقود اللي هورده بعد كده لمصانع أخرى قد تحتاجه. أنا عايز أشكرك جدا دكتور مدحت أبو اليزيد، أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة طنطا. هستأذنكم نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. بص
هو مش على ما يبدو، هو خلاص مؤكد. المخرجين المصريين وصناع السينما المصريين مش بقى على عتبة العالمية وما إلى ذلك، لا هم بقوا عالميين بما لا شك فيه وبالقطع. مش بس مشاركتهم مخرجين أو صناع ومؤلفين موسيقى أو في إن هم يصنعوا أفلام أو مسلسلات مع كبريات المنصات أو كبريات الشركات للإنتاج السينمائي أو التلفزيوني في العالم، لا إحنا كمان أصبح مخرجينا موجودين في كبريات المسابقات بتاعة العالم. يعني أنام أصحى فيقولي أب عمرو سلامة في لجنة تحكيم جوائز أمي 2023، هو عمرو المخرج بتاعنا، عمرو صاحبنا معانا على التليفون. زكي عمرو ألف مبروك. الله يبارك فيك، وحشني جدا 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 والله العظيم، وانت قد الدنيا رافع راسنا ومفرحنا. الله يخليك صديقنا الله العالمي. احكي لي ايه قصة ايمي دي؟ لا قصة ايمي ببساطة انه يعني استاذة نشوى جويني هي من الناس اللي بتنفق المحكمين من كل سنة في العالم العربي، فهم طلبوا البيوغرافي بتاعي أو السيرة بتاعتي يعني، ورشحوها لجمعية الإيميز واختاروني عشان أكون واحد من لجنة التحكيم اللي بتحكم في المرحلة قبل الأخيرة، علشان في الآخر خالص بيبقى التحكيم بتاع اللجنة نفسها، الجمعية نفسها في الآخر. طب ده شيء رائع، اشرح لي يعني إيه التحكيم في المرحلة قبل الأخيرة؟ يعني عشان يبقى في الاخر في مثلا 5 مرشحين في الاخر، فبيبقى في زي شورت ليست كده او القائمه القصيره، فبيبقى في محكمين للقائمه القصيره وبيضمنوا بشكل ما انه يبقى ما لهمش اي علاقه بالاعمال اللي موجوده اللي هم هيحكموها. فبنحكم في الشورت ليست دي او القائمه القصيره عشان في الاخر يطلع او القائمه الطويله بمعنى اصح، عشان يبقى في الاخر يبقى في قائمه قصيره اللي هي في الاخر خالص اللي بيحكم فيها بقى كل الاعضاء، مش بتبقى لجنه، بتبقى كل الاعضاء مع بعض. زي ما انا كده محكم في الاوسكار برضو، ففي الاوسكار احنا في الاخر خالص قلنا في الاخر 5 افلام مثلا، فاحنا بنعمل فوتنج كلنا كاعضاء الاكاديميه في الارت اند ساينس اللي هي الاوسكار. فكل سنه بحكم في الاوسكار بقالي هو يمكن 3 4 سنين. فكواحد من المصوتين يعني. طب صحيح وانت بتحكم في الاوسكار هتعمل ايه مع فوي فوي فوي؟ يعني انا ما اقدرش اقول على الهوا هعمل ايه، لان لا يعني هل لا لا ما انا مش هقول مش بسالك هتعمل ايه، انا بقصد على مساله انه في ناس تيجي تقول لك ايه، طب يا ترى هل عمرو هيغلب هواه المصري عندما يتحدث او يحكم او ينظر او يرى او يقيم فوي فوي فوي، ولا عمرو سلامه يحكم بس وملوش دعوة، ولا عمرو سلامة ساعتها هيحايد ويقف بعيدا عن تقييم هذا الفيلم؟ بص اقول لك حاجة واحدة، تحيا مصر، مش هعرف اقول اكتر من كده علشان يعني طبعا مهني وكل حاجة، بس يعني تحيا مصر. تحيا مصر ألف مرة والله العظيم. عمرو بس انت بالنسبة لأمي، يعني انا عارف طبعا موضوع اوسكار، بس بالنسبة لأمي انت اول مصري يحكم في أمي؟ ما اعرفش الاول مصري ولا لا، بس انا بالمناسبه كان معايا في اللجنه مصريين المره دي، ما اعرفش ما قبل كان في مصريين ولا لا، بس انا ما سمعتش شخصيا، يمكن كان في بس انا مش عارف. بس احنا في المره دي كان معانا الاعلاميه سالي شاهين والاعلامي برضه كوجك، فكنا احنا 3 مصريين في الموضوع. طيب ده لان هو بالمناسبه الايميز ما بتبقاش بس مسلسلات، هي تبقى مسلسلات، برامج، افلام تسجيليه، كل ما هو يعرض على التلفزيون هي الايمي بتحكم فيه، فانت ممكن تحكم على برامج وهكذا. وبيبقى حتى احنا سر، ما ينفعش نعلن احنا حكمنا على ايه ولا من انهي بلد ولا من انهي منطقه ولا اي حاجه، حتى دي سر. يعني نوعيه الحاجات اللي هتقيمها ما بتتقالش؟ انا كنت لسه هقول لك هتقيم في الايه، في الوثائقي ولا في المسلسل ولا في لا ممنوع نقول في الشروط اللي بنمضي عليها، يعني ان احنا ممنوع نقول خالص احنا بنحكم في انهي كاتيجوري او انهي تريتوري، يعني في انهي قسم او في انهي منطقه، لان هو بيتاكد بشكل ما ان هو يبقى عنده تاكد ان انت مش مالكش دعوه بالمنطقه دي او بالقسم ده، وفي نفس الوقت بتبقى انت بتمضي زي على تعهد كده انه ان انت مالكش اي علاقه بالاعمال اللي انت بتحكمها وهكذا. وده ان شاء الله يعني احنا حصل قبل كده ان كان في من شركه ترشحت للايميز طبعا في مسلسل كل اسبوع يوم جمعه، صحيح،
وانا اعتقد خد بالك يعني احنا مثلا لما عملنا مسلسل مع نتفليكس كان اول انتاج مصري لنتفليكس، كانت نتفليكس هي اللي مهتمه جدا في انها توصل الحلقات عشان تترشح بالايس. نفس الكلام في المسلسل الثاني لما منى شلبي خدت الترشيح كانت شاهد. فاتمنى احنا كمان في اعمالنا يبقى عند المنتجين والمنصات المصريه، ودي حاجه تبقى مهمه جدا جدا ان هم انت موجود على نتفليكس ببارانورمال اللي هو بارانورمال موضوع الطبيعه، فدي حاجه مهمه جدا ان دي حاجه يعني خطوه مش مهتم بيها قوي الصناع المصريين ان هم او المنصات القنوات او القنوات المصريه ان هي تحاول تسعى في ده، مع ان احنا عندنا اعمال انا متاكد 100% ان فيها مستوى من الاخراج والتصوير والتنفيذ وغيره تستحق جدا انها تنافس عالميا. يعني حتى في رمضان اللي فات ده منتجاتنا المصريه اعمالنا المصريه المسلسلات كان في كذا مسلسل انا شايف ان هو في مستوى حاجات عالميه، لكن احنا دايما بنقصر شويه في حته ان احنا نحاول نوصل شغلنا للعالم، مع ان ده ممكن يكون فتحه مهمه جدا للسياحه والتسويق اعمالك عالميا. يعني في بلاد كامله عايشه على ده، بس ان هو يدبلج ويبعت للعالم فاعماله توصل فسياحته تكبر فدخله من الدولار يزيد. فاحنا عامه ساعات كتير بنصنع اعمال جيده جدا بس العالم ما بيسمعش عنها خالص. عمرو بص، اللي انت بتقوله ده هو متفق جدا مع الرؤية، يمكن كانت شديدة التركيز اللي انت قلتها في جلسات الحوار الوطني على كيفية غزو الفيلم الكوري للعالم امريكا والعالم. دي كانت جملتي بالظبط، انا كانت كلمتي في الحوار الوطني عن فكرة انا واحدة قلت ان انا جاي النهاردة احكي على التجربة الكورية. صح. لان انا ذكرتها كويس قوي على مدار العشرين سنة اللي فاتت، وتواصلت معاهم بكذا طريقة ودرست النموذج الكوري، لان كوريا هقول حاجة على الهواء كويس ان انت مديني المنصة دي. كوريا في يوم من الايام عملت صناعة كبيرة جدا جدا وركزت على الصناعة. بعد كده نزل فيلم امريكي واحد لقوه جاب فلوس في العالم اكتر من كل صناعتهم في كل صناعاتهم المختلفة. فقال لك خلاص احنا عايزين بعد 25 سنة بالظبط. دي خطبة لواحد رئيس كان مرشح نفسه انه يبقى رئيس جمهورية وكسب فعلا. قال انا خطتي ال 25 سنه جايه ان انا اغزو بثقافه كوريا العالم عشان يبقى في فيلم اوسكار خد بياخدوا فيلم كوري، يبقى في فيلم في كان بياخدوا فيلم كوري، المزيكا الكوريه بتتسمع في العالم. صح. المسلسلات الكوريه بتتشاف في العالم. بعد 20 سنه بالظبط يا يوسف ده حصل بالظبط، كان الراجل كان بيشوف المستقبل. ده خلى من كل 13 امريكي من كل 13 امريكي زار كوريا على الاقل مره سياحه، فده رقم عالي جدا جدا. وكوريا ما فيهاش الاهرامات ولا نيل ولا بحور ولا شواطئ ولا اثار، فكوريا عرفت تجذب العالم كله سياحيا بفنها. والنهارده بعد 20 سنه اللي بيحصل بسبب ده ايه؟ مفيش شارع في الكوكب ما فيهوش ركنه عربيه كوري، مفيش بيت في الكوكب ما فيهوش جهاز كوري. فكوريا غزت العالم بصناعتها لما عرفت تغزو العالم بثقافتها. النهارده اكتر نوع موسيقى بيتسمع في امريكا واوروبا كوري، الكي بوب اللي هي مزيكا الكوري اللي هي بيتكلموا بالكوري. ايوه. هو ما حدش بيتكلم كوري في العالم غير كوريا. صح. لكن احنا عندنا لغه مثلا بيتكلمها مليار انسان. فاحنا لو دي بقت خطه مهتم بيها والعراقيل بتاعتها راح مش يعني اتلغت وحصل ليها دعم، انا بقول لك في يوم من الايام الناس هتبقى جايه مصر عشان تاكل في كشري الفلاني او عايزه تجيب منتج مصري عشان هما بيشوفوا الافلام المصري. فاحنا عندنا فرصه رائعه. عايز اقول لك في سياحه اسمها سياحه الافلام فقط، ان انت فيلم بتحبه وشفته عايز تروح المكان اللي هو اتصور فيه. طبعا. في بلاد عاشت على ده لما اتصور فيها اعمال عالميه. فاحنا حتى الاعمال العالميه اللي بتتصور على انها في مصر يروح يصورها في بلاد ثانيه مجاوره بسبب عراقيل ما عندك انت في البلد ما بتعطل لك عمله صعبه كانت داخله لك. السياحه بتاعت سان تروبيه انت قادره يعني قامت على فيلم؟ معلش انا ما سمعتش. ايه بقول لك؟ السياحه في سان تروبي في فرنسا قامت على فيلم بالظبط اللي اصبحت وجهه اغنى اغنياء العالم. بالظبط. كرواتيا نفسها زادت السياحه عندها 230% بعد بس ما اتصور فيها جيم اوف ثرونز. يعني السياحه لو كان بيجي 5 مليون سائح بقى بيجي 12 مليون سائح بسبب مسلسل واحد اتصور في كرواتيا. الله. فانت عندك هنا في مصر انت مناخ شبه طارد للاعمال العالميه انها تتصور عندك.
إذن عراقيل كتير جدا. يمكن انا كنت حاضر الجلسه بتاعه الحوار اللي انت اتكلمت فيه، احنا اتقابلنا ساعتها حتى هناك انا وانت ودياب وبيتر ميمي وحاجات زي كده، وانت قعدت عرضت وجهه نظر، وانا من ساعتها الموضوع عمال بقلبه في دماغي، وبما اني غاوي اكل فبدات اركز مع الاكل الكوري اكتر كمان. والله العظيم انا قاعد عمال بحلم باليوم اللي اسافر فيه كوريا عشان اكل كيمتشي هموت. انا عايز اقول لك على حاجه، انا سافرت كوريا شخصيا، هناك الاكل ما كنتش قادر اشمه ومش اكله، يعني الاكل الكوري لما تاكله في امريكا او في مصر احلى بكتير من الاكل الكوري اللي في كوريا. ما تقوليش يعني كده، عشان انا هسافر واكل كوري يعني هاكل كوري، هسافر واكل كوري يعني اكل كوري، مفيش هزار بالنسبه لي. انت مثلا بتاكل اكتر يعني، شهيتك احلى مني يعني. اوه باين. لا لا ده انت بقيت سمباتيك خالص. الله يخليك حبيبي، بس اقول الكلام ده على هواك. ايوه طبعا، ابطل اول افلامك حاجه اكس 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 لارج كده ولا حاجه. لا انت بقيت ميديوم خلاص. اشكرك ربنا، يا سلام شجعني اكتر. والله انا بدات رجيم عمرو، بحاول عمرو. انا عايز استاذنك في انه زي ما قلت لي كده في نص المكالمه، قلت لي اشكرك انك انت فاتح لي منصه للحديث حول هذا الموضوع وهالمتعلق بازاي الثقافه الكوريه انتشرت في العالم مع الصناعه الكوريه الى اخره. شوف وقتك تنورنا هنا، وناخد الموضوع بقى بشكل اكثر اتساعا، وناخد راحتنا اكتر في الكلام على ده. اتمنى يوسف ودعم صناعه السينما في مصر ونفكر فيها بشكل اكبر، فعلا هيبقى مصدر رزق كبير جدا لمصر. يا ريت يا ريت. اشكرك يا عمرو، والف مبروك كما جرت العاده الحقيقه من قلبي، يعني انت عارف انا احبك قد ايه واحب شغلك قد ايه، ومبروك على انك دائما ما تمثلنا بشكل عالمي ومشرف الحقيقه، انت وكل الزملاء والاصدقاء والمنتجين والمبدعين والمخرجين والصناع السينما المصريين. كل الشكر للمخرج شديد التميز الحقيقه عمرو سلامه. تعال نروح على كل الاعلانات اللي انت شايفها في الشارع. فوي فوي فوي، الفيلم اللي بيمثل مصر في الأوسكار لأفضل فيلم إن شاء الله عالمي 2024، مخرجنا المتميز عمر هلال. ازيك يا عمر؟ مساء الجمال، مساء السعادة. عامل ايه يا عمر؟ اخبارك ايه؟ انا بخير لو انتوا بخير، الحمد لله. والله احنا الحمد لله، ويمكن في بشاره مش عارف كده، انت سمعت خدت بالك اما بقول لعمر سلامه قلت له طب انت بتحكم في اوسكار هتعمل ايه مع فوي فوي فوي؟ اي لا انا ممنوع اقول اي حاجه بس تحيا مصر. ده عمرو راجل اصيل. طبعا طبعا كبجارة العاده. قول لي ايه قصه المشاركه في اوسكار؟ انت عارف احنا دايما طول عمرنا في مصر نقول ايه الفيلم المصري عايزينه يشارك في اوسكار، وطبعا في اساطير كتير على مساله عدم مشاركتنا ببعض من كبريات الافلام اللي انتجناها على مدار تاريخنا، في اساطير مغلوطه كتير بتتقال. فهرجع على قصه فوي فوي فوي. ياس، انا هقول لحضرتك حاجه. قول. انا في قمه السعاده انه ده حصل. انا ما اعرفش يعني، انا ما كنتش اعرف اصلا ان اللجنه هتنعقد وهيعملوا هياخدوا هذا القرار. لكن يعني لما جالي رسالة قبل الإعلان بدقيقة على الفيسبوك، جالي رسالة بتقول لي مبروك. قلت مبروك؟ مبروك إيه؟ في إيه؟ إيه؟ وبعدها جالي الخبر إنه إحنا اترشحنا للأوسكار. بصراحة يعني شديدة، يعني أشعرت ودمعت، انت مش متخيل مدى السعادة بتاعتي انه ده هو حلمي. مش فقط ان انا اعمل فيلم، طبعا ده اول فيلم ليه، مش فقط ان انا اعمل فيلم، ان انا اعمل فيلم يمثل مصر في الأوسكار. يعني مفيش حلم اكبر من ده، الله اكبر يتحقق. ما شاء الله ما شاء الله، مفيش اكتر من كده. صحيح انه يبقى اول فيلم ويخش يترشح، ده في حد ذاته إنجاز عظيم. خدنا الجايزة بعد الشر، ما خدناش، إحنا مع أول مرة دخلنا على الأوسكار على طول. دي 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 لوحدها يا فندم حاجة عظيمة. بس أنا عاوز أقول حاجة. إحنا بنبتدي السباق، إحنا عشان في ناس كتيرة قاعدة فاكرة إن إحنا كده خلاص، إحنا ها هناخد الجايزة ولا لأ؟ لا، إحنا بنبتدي السباق. صح. ومحتاج دعوات كل المصريين، كل قلوبنا معاك، الفيلم بتاعنا يكمل. هي زي تصفيات كاس العالم. صح. فانت هتخش مرحله وهتصفي، بعدين هيعملوا بقى اللي هو بيسموه ذا لونج ليست، وبعدين الشورت ليست اللي هي الخمسه الاخرانيين. فاحنا املنا في ربنا انه هو طبعا كده الفيلم هيتشاف ان شاء الله، هو اللجنه او اللي هي اسمها ذا اكاديمي
هيتفرجوا على الفيلم. اكيد ده في حد ذاته يعني وسام على صدري ان انا بمثل مصر في في الحته دي. نوصل لللونج ليست هو ده الامل، لان اللونج ليست بقى معناها ان كل الاكاديمي هتتفرج عليه. صح، يعني العمالقه اللي احنا بنحلم ونبقى زيهم اذا كان سبيلبرج ولا ديكابريو ولا ميريل ستريب ولا شوف انت عاوز تقول مين، كلهم لازم يتفرجوا عليه. فده حلم الحمد لله، يعني يا رب يتحقق. ده واحد زي حالاتي بيحلم ان هو يبقى مثلا معدي في برودواي فيلاقي ميريل ستريب داخله المسرح، اي حاجه يعني اشوفها بس وهي معديه، او انه ليوناردو كابريو يروح مثلا نشوفه بيركب عربيه، يعني واقول لهم مش انا شفت ليوناردو في الشارع؟ فتخيل ان الناس دي لو انا مكانك فعلا وانا صانع الفيلم هبقى قاعد اللي هو ايه، انا كفايه عليا ان هم هيتفرجوا. بالظبط والله العظيم، وان هم يقولوا ان البلد دي الله هو ايه ده، احنا لازم نشوف الناس دي اكتر، وان احنا ان صناع السينما المصريين يتشجعوا الى ان هو يبقى هو ده الهدف. طبعا ان احنا نعمل سينما فيها انترتينمنت مسليه وفي نفس الوقت بتناقش حاجه، مش ان انا اول واحد يعملها، محدش يحط الكلام ده في عليا، لكن يمكن انا الحمد لله ربنا وفقني وفي الفيلم ده احسنت صنعها، لكن احنا محتاجين افلام اكتر. ممكن تهزر هزر زي ما انت عاوز، بس تعالى نتكلم بس في موضوع جد شويه. انا معاك 100% خصوصا انه احنا عمليا فوي عمر هلال فتح السكه، وبالتالي هيفتح الشهيه بتاعه الكل ان هم يخشوا، خصوصا انه كمان ده هيدي امل اكبر لكل الصناع انه ايوه احنا الافلام بتاعتنا تقدر تخش. احنا عندنا تاريخ سينمائي طويل وعريق وعظيم كسينما مصريه، ما فيش شك في ده على الاطلاق. بلا شك. انا هقول لحضرتك حاجه يا استاذ يوسف. قول. انا فيلم زي يوم مر يوم حلو ده، ازاي يوم مر يوم حلو ده ما خدش اوسكار؟ ازاي الكيف ما دخلش؟ ثرثره فوق النيل ازاي؟ يعني دي افلام والله العظيم يعني مش ممكنه. هو على فكره في غيرها، لكن انا بالنسبه لي انا ازاي يوم مر يوم حلو ده، ازاي الفيلم ده مش طول النهار بنتفرج عليه زي ما بنتكلم على كوروساوا عمل كذا في سنه كذا، ولا جودار عمل ايه في سنه كذا؟ ده بنفس الليفل. أنا معاك 100%. يوم مر ويوم حلو ده واحد من أهم الأفلام اللي أنا شفتها في حياتي حقيقي. بالظبط. أنت عارف أصل أنا بص بالضبط. أنا لو صح تعبير يعني أنا خاناوي جدا، محمد خان بالنسبة لي حدوتة عظيم. فبقعد طول الوقت طبعا. أقول مثلا على سبيل المثال خرج ولم يعد إزاي ما دخلش أوسكار؟ إزاي؟ بص هقول لحضرتك حاجة، يوم مر ويوم حلو تعالى برضه نرجع ونقول حاجة. هنقول حاجة بس معلش يا أستاذ يوسف حاجة. كفر نحوم بتاع الفنانة نادين لبكي بتاع نادين من ثلاث أربع سنين وصل للخمسة الأخرانيين. وصل، لكن طلع له من حظه إنه ألفونسو كوارون عمل سنتها فيلم رائع برضو اسمه روما. أوكي. أنا في نظري أنا روما كان المفروض يكسب البيست بيكتشر اللي هي كسبها ذا جرين بوك أعتقد. لو كان روما كسب البيست بيكتشر كان بلا شك كفر نحوم كسب، بلا شك، لانه يستاهل. يستاهل جدا. فاعتقد ان احنا اللي يعني ربنا يكرم، واعتقد انه الميكس بتاع الفيلم ده اللي هو فيلم اسمه مكتوب اسمه اسباني لكن هو عربي بيناقش قضيه عالميه، قضيه هجره غير شرعيه دي في كل العالم. طبعا الهند وباكستان وسريلانكا فيها والمغرب وتونس ما بين امريكا والمكسيك بالظبط، المكسيك والولايات المتحده الامريكيه، يعني كل بقاع العالم تقريبا عندها مساله الهجره غير الشرعيه، يمكن باستثناء بالزبط. استراليا ونيوزيلندا بعاد قوي على انه حد يفكر يهجرهم بشكل غير شرعي يعني. يعني هتبقى امواج متلاطمه فمش هيقدر يعمل ده. عمر انا مبسوط ان احنا اتكلمنا، واتمنى حقيقي من قلبي ان انتوا تاخدوا الجائزه باذن الله، جائزه محترمه او على الاقل تقدير تبقى ادعي ان شاء الله يوسف ان احنا نترشح.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، واتمنى باذن الله على لقاء قريب جدا 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 قوي خالص. اشكرك جدا مخرج المصري، مش هقول على اعتاب العالميه، هو عالمي الحقيقه، عمر هلال. هستاذنكم نطلع لفاصل وهنرجع نكمل الكلام. هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. بصوا، في لقاءات، في حوارات، في ضيوف كلهم أجلاء وكرام وعلى عيني وعلى راسي، بس أنا بستمتع جدا 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 لما أحاور المثقف الموسوعي أو أحاور الفنان الأصلي. وبالمناسبة ضيفنا العزيز الرائع الكريم الكبير هو الفنان الكبير الأستاذ حسن العدل، اللي في وجهة نظري المتواضعة هو مش محتاج مني هذه الشهادة، إلا ما ليه دور جلة جلة. يعني إيه جلة؟ يعني مفيش مرة شفته ما صدقتوش، طيب شرير مفيش مرة ما صدقتوش. والفنان الكبير أستاذ حسن نكتشف إنه هو أحد أولئك الذين شاركوا في حرب أكتوبر. طيب كل ده كوم، بس الدقيقتين تلاتة اللي سبقوا بداية الفقرة حالا كوم تاني خالص، وهقول لكم ليه بعد ما رحب بيه وأقول له منورني جدا. منورنا يا استاذ حسن. نورك. ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. قلت لي قبل ما نبدا على طول، قلت لي بص قبل ما هكلمك على 73 اديني مساحه اقول لك على اللي قبل 73، وقلت لك يا فندم خد كل المساحه انا هبقى قاعد سعيد. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اي انسان في العالم بيتشكل وهو لسه نبته. انا مواليد 51، يعني مواليد الثوره. صح. بدات اعي ما يحدث وبكبر معاهم. اخويا الكبير دخل الجيش، بشوف هو جاي ورايح، اروح اوصله لمحطه القطر في المنصوره. واحنا في ابتدائي كان مدير خشبة المسرح في فرقة المنصورة المسرحية كان مدرسي، وهناك مدرس آخر بتاع الرسم ده أستاذي. اتعلمت الرسم والفنون التشكيلية من هذا الأستاذ، والمسرح من هذا الأستاذ، وأنا في أولى ابتدائي، تانية ابتدائي، تالتة ابتدائي. تشكيل الوعي. الله ينور عليك. الموسيقى أيضا كانت موجودة، ده شكلنا. أهم حاجة المدرسة والتعليم. صح. ما نقولش البيت لوحده، لا، ده المدرسة أهم من البيت، ده بجد. صح. انتقلت الى مدرسه ابن لقمان الاعداديه، مسرح وفي ملعب كره كبير وفي انشطه، قسم مخصوص وقطعه ارض زراعيه عشان اللي نتعلم ازاي الزراعه، ده بيشكل وجدان الشاب. التربيه العسكريه. فانخرطت في هذا الشان ايضا. الثانوية أيضا، في الجامعة أيضا، إلى كان ممكن نقدم في معهد في المسرحية وإحنا في الجامعة، في الظروف كانت تسمح في هذا الوقت. فأنا قدمت وقبلت، ولكن طلبت للجيش لأن خلصت التدريس في الجامعة اللي كان معمول. فجنت 1/2/72. 1/2/72. 1/2/72 على الماظه اهي. على تمام، ادي الصوره اهي. تمام تمام. ده واحنا بقى واحنا في الاكاديميه، مش في البدايات، ده بعدها بشويه، بعدها بسنه او سنتين. كنت في الماظه. كنت في الماظه. الماظه اللي هو التعبئه من جميع المحافظات جمهوريه مصر العربيه. دخلت عنبر كبير
كله سراير، سراير فوق سراير تحت، وندردش معاهم ونتعرف على بعض وبتاع، الحماس واخدنا. لان نكسه 76 67 67 دي ايضا كان لها وقع، ما كانش سلبي علينا، ما كانش سلبي، لا احنا عندنا ادانا طاقه اكتر، بدليل ان عبد الناصر لما تنحى المظاهرات طلعت من تلقاء نفسها، وانا كنت واحد منهم. وكله عاوز يجي القاهره، متهيألي هيقابل عبد الناصر يقول له ارجع، احنا عاوزينك، عاوزينك تكمل، احنا معاك، احنا في ظهرك. اللي حصل حصل، احنا استوعبناه، لان كان اللي حصل طبعا التاريخ بيقول ده طبعاً. ايه الثغرات اللي كانت موجوده، بس شوف كل الناس التفت حوالين عبد الناصر، جمال عبد الناصر، تمام، ما قالتلوش انت الهزيمه، النكسه، الانكسار، لا كمل بينا، عدي. وده اهم شيء، وده اللي استفدنا منه في 73، انك لازم تبقى واقف على رجلك، ما تتكسرش، لو اتكسرت دي نهايتك. طب وانا مش ازاي انتهي ازاي؟ ما ينفعش. فتشبثوا بهذا الوضع. جيت اخدونا، والشيء البديع اللي عمل عبد الناصر بعديها حرب الاستنزاف، مين يقدر ينساها؟ طبعا تكوين الجيش مع عبد المنعم رياض، وتنحي القاده القدام، وتعيين مكانهم قاده اخرين، ومش عارف ايه، وبدا تشكيل الجيش مع الشهيد البطل عبد المنعم رياض والفريق محمد فوزي. بداوا قالوا كان ده قول الشهيد عبد المنعم رياض، ان المؤهلات هي اللي هتستوعب السلاح اللي احنا بنجيبه. فمن هنا ارجع لك بقى في التجنيد، فخدونا وهندسه بالذات ياخدوهم عشان ايه، التكنولوجيا بيستوعبها، التكنولوجيا دي جديده فتقدروا تستوعبوها بالظبط. فخدونا في جنب وعلى مركز تدريب في بني سويف. رحت بني سويف، مكان شاسع وصحراء، مش شايفين حاجه، سما وصحراء، بس في الاف موجودين، وفي ناس قدام وناس. لقيت مسرح روماني موجود، وجاي مولد النبي، قلت لهم انا هعمل لكم مسرح في الاحتفال اللي نحتفل يعني. زمايلنا معاهم اللبس الملكي، يلا 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 يلا، بس حياتهم اكت في ذاك يا فلسطين، مش عارف ايه، وانا فاكر الروايات دي، وان اكت اللي كنا بنعملها وكتبتها، وكان ليله كانوا بيشيلوني ازاي مش عارف. دي اللي هي روايه الفصل الواحد. روايه الفصل الواحد. وكانت ليله ايه، الاف قدامك، لقيت حوائط كبيره موجوده بيضة كده، قلت لهم ايه، انا عامل عليها جداريات رسم حماس جندي، في رياكشن، في طب ايه، قلت لهم صفايح اللاكيه دي انا هاخدها هتشتغل بقى، اجيب بنزين ولوحات وبتاع مش عارف ايه وبتاع. وفجاه طلع على السلم فوق وبشتغل، لقيت واحد ورايا بيقول لي انت حسن الاحسن، فانا بتلفت ورايا لقيت قائد المعسكر الاتربي، المقدم الاتربي يونس السقا. فنزلت بسرعة ولبست الطاقية، وكنتش يا فندم، قال لي هنحجزك معانا. أنا دماغي مش فيها هحجز في إيه، أنا عايز أروح الجبهة. حرب الاستنزاف كان شغال، وعاوز أنا عايز أطلع أحارب، عاوز أطلع أحارب. قلت له يا فندم أنا يعني أنا عايز أنا هنا في بني سويف، أنا عايز أبقى قريب على القناة. قال لي قريب على القناة، هو طبعا كان لان المركز التدريب ده اقصى شيء بيقابله المجند في البدايه، لان الانضباط، الخدمات، وبتعمل حاجات، بتتعمل حاجات هم فاهمينها عشان يديك قوه ويديك انضباط ويديك مش عارف ايه، بتبقى قاسيه جدا من الحياه المدنيه للحياه العسكريه. الحياه العسكريه. فكان اي معسكر في البدايه اللي هو الـ الاولاني ده مهم جدا عسكريا طبعا، الاعداد والتاهيل. تمام. المهم قال لي على العموم مش هنقدر نحجزك، لان انت تبع الفرق، فرقه مولودكا اللي هتسافر روسيا. صاروخ مولودكا اللي هو 88 سم ده وثلاث قطع وكده. فالمهم خلصنا ومترحلين على القاهره. قسمونا بقى دي رايح فين ودي رايح فين. التحقت على كتيبة 39 فهد صعقة اللي كان في الكيلو 4.5 في ألمازة، وبدأنا ننخرط معاهم، بدأنا ناخد فرقة صعقة. بعد كده ياخدونا
كان في الوقت ده الخبراء الروس مشيوا مشاهم السادات. طب هناخد الفرقة ازاي؟ اللي خدوا الفرقة في روسيا واللي كانوا موجودين من المصريين بدأوا يدربوا، هم اللي يدربونا وكانوا مش شطار ما شاء الله. فكنا نطلع من الكتيبة لانها الكتيبة قريبة من مدرسة المدفعية يعني حوالي 2 كيلو 3 كيلو، نطلع وناخد الصاروخ ندرسه كويس، يتفك ازاي، يتركب ازاي، متكون من ايه، وطريقه الانطلاق ازاي، ومش عارف ايه، وفي نفس الوقت بنتدرب في الكتيبه على نفس اللي احنا اخدناه مع زمايلنا القدام. بدا عايزين الجيش في هذا الوقت فيه حراك، انا بكلمك على 72 وحراك بمنتهى السرعه، يعني في ما فيش سكون، لا لا في تفكير وفي في جميع الاسلحه مش عندنا بس. قالوا احنا كان فيه رئيس العمليات اياميها كان النقيب جمال الدين حفيظ، وكنت بحبه لانه كنت بلعب كوره معاه وفي ود ومشابه، هو اللي هيشكل كتيبه جديده، فاختار الناس فاختارني، فجي قائد الكتيبه اللي موجود 39 فهد صاقه قال له لا انا عايز حسن، انا عاوز خلاص نسيبه هو اللي يختار. محبتي للنقيب في هذا الوقت جمال الدين حافظ عشان قلت له قال لي خلاص براحتك، وفعلا رحنا جراح بعد ما خلصنا الفرقه ورحنا شكلنا كتيبه، بس ما هياش فهد، الفهد عباره عن شنطه حوالي 90 سنتي في حوالي 45 سنتي، جواها شريو زي الشريو بتاع شريط القطر بيتركب وبيتركب من هنا ويتحط عليه الصاروخ، في طقم ثلاثه الكتيبه ثلاث سرايا، السرايا كل سريه ثلاث فصايل وكل فصيله فيها ثلاث مجموعات وكل مجموعه فيه ثلاثه، واحد المعمر والاخر اللي هو بيجهز برضو معاه الصاروخ والرامي اللي هو انا، فيه اللي هو المنظار اللي ببص فيه وقدامي زرار بدوس عليه بينطلق الصاروخ، في سلك رفيع ملمس معايا مع بيني وبين الصاروخ، اللي بيحط الشنطه بيبعد عنها حوالي 10 متر عشان اللهب اللي طالع. في نفس الوقت الصاروخ بيطلع بيبدا يتلقى الاوامر من الموجه بعد 500 متر، بينطلق لاعلى احس ان هو خلاص وصل ل 500 متر عندما ايه يسقط لاسفل قليلا، فاتحكم فيه في عصا في تيس العربيه صغير كده، ولازم يبقى الاعصاب هاديه جدا الدقة. جدا كده تحت كده فوق كده يمين كده شمال، عيني في المنظار، عيني بجيب الصاروخ معايا في المنظار على الهدف، وايه عندي وتروح صايب الهدف، وهذا بيبقى يا اما متحرك بتمشي معاه يا اما ثابت انت بيبقى ان ده الصواريخ اللي عملت رعب للعدو طيب اللي هو صاروخ ميم 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 دال 3 ميم دال 3 ميم دال. هستأذن هطلع فاصل، هرجع بعد الفاصل عايز بقى اتكلم على عملنا ايه على الجبهه، استخدمت الصاروخ وهي انا صنع عجبني جدا استاذ حسن وهو قاعد وكانه يرى نفس ذات المشاهد هي وهو واقف بيوجه وبيضرب هذا الصاروخ. لو خدتوا بالكم الكاميرا كانت جايبه استاذ حسن وهو قاعد عمال سرح بعينيه وقاعد عمال بيتخيل كانه دلوقتي هو واقف على خط النار. استنونا بعد الفاصل. اهلا بيكم ومنورين وكل حاجه، واتمنى ان احنا نطول وقت البرنامج وكريم رمزي يسيب لنا كام دقيقه بس عشان نعرف نستزيد من الاستاذ حسن العدل وهو بيتكلم. قلت له هننتقل للجبهه، قال لي واهم حاجه لحظه العبور. هروح الاول على الجبهه. وبس هرجع خطوه صغيره ورا، احنا شكلنا كتيبه مع الرائد جمال الدين حفيظ وهي كتيبه النمر. النمر دي الفهدي يعني شنطه ومجموعه ثلاثه، النمر عربيه مصفحه
الصواريخ بتركب فوق على الكلابات معايا السواق انا الموجه في فرد ثالث برضو عشان يغذي الصواريخ في وقت ما المهم فشكلنا هذه الكتيبه رحنا كيلو الماظة لا رحنا في 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 في, في التل الكبير وادي الملاك وادي عسكرنا هناك المهم بقينا اشتركنا في المشاريع كانت بروفات كانك بتعبر في في, في الخطاطبه في حلوان في في اماكن شبه اللي مع الميه مضخات الميه مع الساتر الترابي البروفه حقيقيه لكن كنا بنتعب فيها جدا تعبنا فيها اكتر من العبور قبل العبور احنا تقدمنا خدنا موقع قدام على انا كنت برسم خرايط مع قائد الكتيبه فقبلها باسبوع رحنا قياده الفرقه 21 مدرع اللي احنا كنا نتبع ليها واللي هي تتبع الجيش الثاني علقت الخرائط اللي انا راسمها قبلها باسبوع مش عارف ايه بقى القاده جايين في الضلمه في قبل الفجر بشويه جم دخل القائد الكتيبه انا استنيت بره خلاص طلع وبعدين ايه فقال لي هنتنقل من هنا فعلا اتنقلنا في المكان اللي انا راسم فيه الخريطه اللي هو على يعني قبل القناه بحوالي 400 متر من ناحيه الغرب ففعلا بعد يومين ثلاثه كان في تمويه بيحصل اربع عربيات تروح يسيبوا عربيتين وترجع عربيه عشان لو في حد راصد انه مشروع عربيات رايحه جايه ونسبه بالنسبه للخطوط بتاعتنا كان معمول اكتر من خط لكن بالتباب عشان تمشي بينهم العدو ما يرصدكش هم عندهم خط واحد اللي هو خط برليف اللي هو اللي عاملينه ده محصن و و و و و المهم رحنا قبل احنا موجودين يوم العبور كان يوم عادي وما حدش واخد ولا حد يتصور جابوا الكوره يلعبوا كوره تحت عربيه معديه يرموا القصب للناس يمصوا في نفس الوقت انا لاحظت ان في ناس تانية ما بتلعبش في جنب قاعدين بينفخوا مع اوارم مطاطيه في ناس بتعمل حبال بالحبال سلالم يعني ده لفت نظري المهم الساعه 12 11 ونص اجمع بقوا يجمعوا في برضو مش في توقيت واحد الى ان بعد الساعه 1 ونص هدوء قاتل لدرجه انك تسمع صوت العصافير وهي معديه واحنا قال لك البس الشده فكله فاهم ان ده مشروع زي المشاريع تدريب زي التدريبات اقعد في الحفره البرمليه قعدنا في الحفره البرمليه قاعدين صمت رهيب على طوال الجبهه ما تسمع صمت واحدة ونص واحدة ونص صمت رهيب خلاص كان الناس ايه واللي بيستخبي تحت واللي معاه القوارب انا مش شايفهم ولكن طبعا لما بدأنا استوعبت انا كنت تحت بلعب كورة وشفت دول كانوا بيعملوا ايه ودول كانوا بيعملوا ايه الساعة 2:05 طيران من فوق راسنا قال لك هنعبر دخلت الكتيبة استعدوا كل واحد يأمن على الشدة بتاعته الشدة اللي هي فيها الزمزمية فيها القناع الواقي في الاشياء دي كلها لازم تبقى دي حاجه خاصه بتاعتك اللي هي المهم تتشد على الجسم ووزعوا علينا تعيين جاف وحاجات وافطروا ومش عارف في ناس فطرت وناس ما فطرتش المهم بداوا الكتائب تتحرك بنظام الخطه اللي كانت موضوعه كانت متوزعه بورق على القاده فالقاده كل واحد عارف هو هيعمل ايه مش ما انتش محتاج تدرس ما فيش لخبطه زي 67 ال 67 ما كانش فيه قطه ما كانش فيه فبدا يحصل تخبط 73 كانت بالملي يعني مش هحكي لك ما فيهاش غلطه ما فيش غلطه بالثانيه ده هيروح فين وده هيجي منين حتى بيقول لك لما تعبر هتروح فين لما تعبر انا وصلت على خط القنال وفي ناس في الموجه الاولانيه قوارب المطاطات اللي انا كنت بشوفهم وهم بداوا ينزلوا ويقدفوا يحملوا مدافع هاون صغيره على المشاه في ناس كانت سبقت قبلها بليله يقفلوا النبل فتحات النبل من تحت الميه ده فضل البشريه بتاعتنا وده احنا لا نعلمه ولكن كل شيء كان ماشي في كل الاسلحه كان في خليه نحل ولكن انت لازم تركز في اللي انت هتعمله عشان يعني وعبرته في اللحظه دي في اللحظه دي انا شايف الموجه قدامي وشايف الطيران لما عدى بعدها بخمس دقائق مدافع قال اكتر من 1400 طلقه كانت في الدقيقه
على 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 خط بريف طوال اللي ودول عدوا طلعوا بدأوا يحتلوا بدأت الخراطيم المية تفتح ثغرات عشان الدبابات والمدرعات والعربيات تعدي منها. أنا بقى معدي في العربية شايف ده قدامي, شايف اللي مقصور وشايف اللي ومن هنا بدأت عملية الانتصار على العدو يوم 6 أكتوبر. 1:30 صمت مطبق, 2 الظهر الضرب اشتغل تمام, وكل واحد كان عارف بيعمل ايه. وكان الأستاذ حسن العدل فنان الكبير والرائع أحد هؤلاء الأبطال اللي من الآخر تسببوا في ان احنا قاعدين على كراسينا دلوقتي أنا وكل الجيل بتاعي عايشين وبنتحرك وسعداء ورفعين راسنا. نورتنا وشرفتنا وأسعدتني بشكل شخصي وأبهجتني إلى أبعد الحدود, وكان سرد رائع وعظيم وجميل وحقيقي من الأستاذ حسن. كل شكر لحضرتك, نورتنا وشرفتنا, مش عارف أقول لحضرتك إيه والله. شكرا جدا ليكم, وهستأذنكم كريم رمزي يكون موجود معاكم حالا, أما احنا لو كنا يعني لينا العمر إن شاء الله نقابلكم بكرة في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة.